لكن خلينا نروح للخبر الثالث عن روح السعودية وهي الهوية الرسمية للسياحة في المملكة مشاهدينا، اللي أعلنت عن انطلاق حملة ترويجية لتقويم الفعاليات والموسم بهدف جذب السياح من منطقة الخليج ودول المنطقة للاستمتاع بالفعاليات والعروض والتجارب السياحية اللي تشمل الرحلات الجوية والإقامة في الفنادق، بالإضافة إلى تجارب المغامرة والترفيه والثقافة والتسوق. وتتناغم هذه العروض مشاهدينا المقدمة مع ما يتضمن تقويم السعودية اللي يشمل فعاليات موسم الرياض ولحفلات العلا أو عفوا لحظات العلا، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات العالمية. وهذا الشيء أكيد يتيح مزيد من الخيارات اللي تلبي تطلعات العائلة والأفراد في مختلف أو من مختلف الأعمار، ويستمتع من خلالها الزوار بالأجواء الشتوية الرائعة. فخلونا نتابع هذا الفيديو ونرجع معكم. على وين مسافرين؟ رادين ديرك. إن شاء الله انبسطوا. والله استأنسنا وايد. رحنا البوليفارد وحضرنا مسرح ست أم كلثوم، مسرح الحبيب من تكون عبد الحافظ، وتغدينا بدار الزلق وشفنا تمثال حسينو، وتعشينا بالمربع. ما بقى مطعم عالمي الدخ ما يبغى شيء شيء. عبود قولها عن الوينتر وينترلاند. إي صح، طلعوا لازم بيكفوف وفتح كل الزوب قام يكسر ويا بعض، ورحنا لعبة موجة لفة كنا فوق فوق شفت لعبة سمو لعبة عضة تبع فيها موجة. والله أنا كنت بالحمرة ما كان بالزرقاء وشفنا دولة كبيرة. وصح رحنا للسفاري ودرنا فكيت من اللي خش وشفنا العيال وتاجر. وتخيلي رحنا بعد الفورمولا 1 في جدة، حضرنا سباق وحضرنا حفلات ورحنا العلا، سويت يوغا وشربنا قهوة عند صخرة الفيل، المكان كان حده يشوب، حضرنا حفلة ولا أروع في قاعة مرايا، بعدها تعشينا في مطعم أنابيل مغيرة اللي في لندن، ما تتخيلين ايش كثر استانسنا في هالسفرة. حياكم على قليل الكلافة. رائع جدا مشاهدينا. وأكد فهد حميد الدين رئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة على أن المملكة تتشرف بدعوة الكل لاستكشاف الوجهات السياحية فيها والاستمتاع بالحفاوة وكرم الضيافة اللي يتعبر عن ثقافة المجتمع السعودي الأصيل.